مش مثالي لكن بطور من حالي عمال بزود مالي واللي لا يعنيني رفع له شعار انا مالي من غير نفاق ولا مجاملة ناس قدمت كلامي اللي في قلبي وقلت لكل الناس ده المنافق مهما يعلى يجيله يوم ينداس والصراحة لما تظهر الحقيقة الصريح يتشال على الراس كفاية اخدع يا بشر تمثيل كل دور كبير ده المكر بسبب الكذب يكفي نهر النيل ده الكذابين النهاردة يملوا دولتين اللي بمزاجه بيكذب واللي في الرجلين مفيش كذبة بيضة وكلام ممثلين اول طريق الغلط دايما بدايته بكذبة وانا ما قلتش اني الصادق الامين غلطت مليون غلطة وبغلط ليهم الدين من بينهم الف كذبة ظاهرين على الجبين لكن عند وعدي صريح متائبين موكلش بالمذهبا ابدا ابدا ولا كلمة غنى طربا غنى طربا المغنى يا اهل المغنى صاير عجبا والنهاردة بطولها وعرضها بقول لكم عيشوا حياتكم بدون كدب وري احسن لكم انا اعرف واحد من 20 سنة كذاب اديته نصيحتي جربها والنهاردة هتاب قلت له لو حابب اكدب زي ما انت عايز من مين تخاف غير ربك عشان تبقى فايز الكلمة فيها اثرت وكرر الحقيقة في وش كل واحد لقاها احسن طريقة خلص مشاكل عمره اولها خطوبة فاسدة بنت بتستفزه لكل حاجة تافهة فارتك عليها فلوسه ودي اكبر كدبة كانت نجحت حياته بعد شوية لما فضل ثابت قول الحقيقة صعب لكن الكدب اصعب هتعيش ايام تفكر ازاي مين هتهرب لما يتكشف سرك هتحس بانك اقرب